السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنهضر على الألبينو والمعلومات على طيور الألبينو. هذا الفريخ اللي كتشوفو مبورش، هذا شنبور نفروه والديه، يعني مبقاوش بغاو ياكلوه، ضربوه. اوكي انا شديتو كنحط ليه البيض يوميا وكنعاونو بايديا بالبيض، يعني ما كندير لا سرانك لا شي حاجة. المهم ان شاء الله راه غادي يتوكل شويه، لانه كان مازال خصو والديه يسخنوه باش يشد المناعه ديالو. ما علينا، نهضروا على الالبينو اليوم. معلومات على الالبينو، الطريقه الصحيحه باش انك تنجح في التربيه ديال الالبينو. كيف ما كنعرفوا ان في السوق المغربيه الالبينو قليل بزاف، وهو اللي داير تمن. كنهضروا على السوق، يعني ما هضرناش على الفلا والبرونز فلا وزيد وزيد وزيد، لا، حنا كنهضروا على السوق، يعني اللي يدير البوس من خلال الطفرات قلال. واخا سيدي، هضرنا على الالبينو ونعرفوا الالبينو. الالبينو هو واحد الطائر ما كيقدرش يعيش في الطبيعه، هو مهجن. يعني المربيين اللي قبل منا هما اللي بقاو كيهجنوا حتى خرجت ليهم هاد الطفره هادي اللي هي الالبينو عين حمراء. الالبينو عين حمراء هو واحد الطائر حساس. الناس اللي مربيه الالبينو هي اللي غادي تقول لكم هاد الهضره اللي غادي نقول لكم. الالبينو الشوف ديالو قليل بزاف في الليل، ماشي بحال الطفرات الاخرين، وخصوصا الناس اللي عندها الحباشي كتعرف بان الطائر الحباشي كيشوف مزيان في الليل، يقدر انه يتحسك ويعرفك، عكس الالبينو. الالبينو يعني خصو واحد الطريقه ديال العيش خاصه. بالنسبه مثلا الى حطيتي طير حبشي في الشمس راه ماشي مشكل، ما كتاثرش عليه حتى 3 السوايع، ما كاينش المشكل. بعكس الالبينو الى حطيتي في الشمس واحد المده كثيره يقدر يسخف لك تما، او لا توقع عليه شي حاجه، الله يحفظ الجميع. مزيان، الالبينو سيتي صعيب باش تفرز ما بين الذكر والنشوة، ولكن الا كنتي كتربي الالبينو بزاف وكتشوف التصرفات وديما كتشوف هذا كيلق هادي وكتشوف بعينيك، كون اكيد 1000000% بانك غادي تفرز وتعرف. ملي كتشوف الذكر كيبيكي في النشوة كتشوف العلامات ديال الذكر، كيفاش دايرين، كيفاش الوقفة، كيفاش هادي. وهاد العلامات ما كتطبقاش غير من ذكر واحد، كتشوف هاد الذكر هاد الذكر هاد الذكر هاد الذكر، وكتبدا تفرز بعويناتك. وهكذا كتقدر انك واحد 95 ولا 96 تقريبا كتفرز الطيور. هادي من جهة. من جهة اخرى، واش الالبينو غادي يخدم في القفوزة ولا يخدم لنا في المسرح؟ باش تكونوا فاهمين. واحد العطسة سمحوا ليها. الحمد لله على كل حال. بجوج اخويا كيخدموا، كيخدم في القفز وكيخدم في المسرح، ولكن في القفز دائما الطيور كيتعطلوا في الخدمة، عكس المسرح كيكون واحد الصراع اللي هو فيه فائدة للطيور، فيها خويا يعني الطير كيتعلم كيحتك كيشوف. مثلا كيكون شمبور كيشوف الذكوره كيلقحو، كون اكيد هو غادي يتحفز وغادي يبدا يهيش. كذلك الانثى ملي كيكونوا الذكوره في صحه جيده، هذوك الذكوره والسد راهم هذوك الذكوره كيطيبوا لك هذوك النشاوي، كيبقاو معاهم حتى كيرطابوا دوك النشيوات. وهكذا كتقدر تخدم لك النشوة على 6 شهور على 5 شهور، وتقدر ما تخدمش لك كاع بصيفة نهائية، وهذا الشيء كاين. بالنسبة للاختيار ديال القفوزة أو ديال المسرح، راه أي شخص كيربي مثلا طويلات راه كيربيهم على ظروف العمل ديالو. مثلا واحد خدام في كاميو أو لا فرموك أو لا في ديبلاسمون أو لا كيخدم الليل خصو ينعس، ما يقدرش مثلا يربي 10 الكوبلات ويدير ليهم قفص، لأن غياكلوا ليه الوقت وما غاديش يلقى كيفاش باش يقابلهم. وهكذا يقدر يدي الذنوب ديالهم، يقدر شي حد يطيح ليه الشرابة أو لا كذا. يعني هنا كيكون الاختيار ديالك المسرح، وكدير الشرابات بالزيت والماكلة بالزيت، يعني تقدر تخبر عليهم 3 أيام 4 أيام ما عندكش كرامة المشكل. هذه واضحة مزيان، عكس قفوزة
خصك الا كنتي مربي يكون بلاش بزاف، خصك اللي قابل معاك وش داكشي تبقى مقابلو اولا شي حد يعاونك في الدار، ما عرفتش شكون، مهم خصك ضروري شي حد يعاونك. واخا هذه واضحه. دابا ندوزو للتغذيه. التغذيه ديال الالبينو راه خصك تعرف الاخ والاخت بان الديور ممنوع منع كليا تبقى تخلط الماكله. واش في خباركم ان الطائر في الطبيعه كيعاني وكيطير وكيجري باش يقدر ياخذ غير حبه واحده ديال القمح وباش يلقى، يعني كيعاني معاناه، ورغم ذلك كتشوفو جاي مصلب وواقف يصبر البرد يصبر الشتا ويصبر الشمس. يعني ميمكنش تجي تعطيه الماكلة غادي تشري ليه الكرش ديالو وغادي تخرج عليه. واخا هادي مزيانة وواضحة بخير على خير. ندوزو خويا يعني الطريقة ديال تقديم الغذاء. ديما خويا كنمشيو ناخدو أي غذاء أي زوان يخرط عليه الرعاء، كنمشي عند مفراخ اللي هو موتوق اللي كيش يعني انسان مزيان، كنقول له اخويا اعطيني الماكله ديال الشركه اللي كتكون نقيه، الزوان نقي يكون معقم. عمركم تاخذوا الزوان ديال الخدشه البيضاء؟ غتقول لي علاش كيجي هذاك اولا كاليش عيانه، هذه ماشي مشكل، ولكن الاصعب والاخطر شنو هي؟ هي ان هذوك الناس اللي كيستوكيو ديك السلعه شنو كيديروا الاستاذ، كيجيو كيرشوا واحد كيشطوا واحد رشاشه كبيره كدار في الدار وعند داك التيو والرشاشه هادي شي رشوها على جميع الخناشي باش ملي تجي طوبه ما تاكلش ليهم اخويا، ما تاكلش ليهم الخناشي وتخلي لهم داكشي كامل ترزيه فيهم. هما كيفكروا غير في راسهم وما كيفكروش في الديار. شنو كيوقع؟ كيجي داك المتشاوي ولا الذكوره كياكلو اخويا من كياكلو من داك السوان وكيمرضو، لان ما كيكونش واصل الدواء كامل، كيكون مرشوش غير على الخنشه. ولكن راه كي اجت ديال شحال واحد ماشي ولا طور ما فهم والو، قال لك سيدي انا كنشمع عليا ما بيا الطعم بخير شات صوتها الطعم بخير شات ماش ابار موت الفجاه ودوك الامور، لكن نهضر الامور من بين الاسباب. اذا انت سي انتر ديالك تاخذ شي ماكله ماشي هذيك. كيف ما قلنا الزوان اخويا هذا النظام الغذائي، الزوان اخويا تيتحط بصفه دائمه، الماء راه كيتنقى كل نهار، والشراب راه كتاخذ سيدي شرابه ميديكال كدير عندنا في المغرب 8 ديال الدراهم ميديكال. واخا سيدي اصبحوا لي مع البرد وداك الشيء الله يرحم الوالدين. قلنا سيدي كتاخذ سيدي كتحط الزوان فيكس، الخرطه اللي كان اوريجينال وعندك المسرح حطه كل نهار ماش خاف ما تدهش، واضحه وضوح الشمس. قلنا سيدي ان الخرطه اللي هضرنا عليه، غادي نهضروا دابا سيدي على الزريعه. الزريعه اخويا ناخذ اللي نقيه تكون ديال الشركه. ها شحال نقدروا نحطوها؟ الا كيف ما قلنا عندك المسرح حطها كل نهار ولكن بكميات قليلة لأنها كتسمن بزاف وكتغلط الطحن. واضحة سهلة مهلة السريعة كنحطها كل نهار مكاينش غرام في المشكل. واخا سيدي بالنسبة خويا البيض ضروري خصنا نحطوه ولكن نحطوه بكميات قليلة أخي الكريم باش ما نخرجوش للطائر على المعده ديالو. هادي واضحه سهله ماشي شي حاجه. وديما كيف ما قلنا ماشي خويا تشري سي عبد المفرخ قول لي عطيني ديال الشركه الله يرحم لك الوالدين ما تعطيني شي حاجه اخرى. السيبيا ضروري هذيك خاصها تكون محطوطه كل نهار، السيبيا خاصها تكون ديما محطوطه. هذا مش كاين شي اضافات اخرين غادي نقولهم لكم من بعد. المهم الخص ما كنعطوش الطيور، هذه ديما كنقولها نظرا الادويه اللي كتكون فيه. و تنظن انني انا عطيتكم بزاف ديال المعلومات هنايا. والمسرح اخويا تيكون احسن شحال من واحد كيكون شاد مثلا واحد جوج متشاوي دايرين في قفص وكيسحبهم الذكوره، المسرح دغيا كيتفرزو وكل ذكر كيعزل النشوه ديالو، تتعلق البريركات ديالك العدد اللي باغي دير ديال الطيور مثلا بغيتي دير 10 ديال الكوبلاش غتعلق نتايا واحد 12 كوبلا
وهكذا غادي تكون انك تهنيتي. كنجيب اخويا هذوك العشاش.